بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة المتابعين إلى هذه الفقرة من فقرة تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب يلي إيكومبخوند. طبعا كنا قد انتهينا مع هاد الأصوات أك أك أوك إيك أئيك، انتهينا مع هذه الأصوات. الآن سنرى صوت أي أي صوت أي. طبعا كما تلاحظوا بأن ا اي او اي او اكسون غراف، كل هذه الكتابات انها تعطي الصوت اي على حسب كل كلمه. طبعا بحال دابا كلمه لالين المتعارف عليها انها تكتب ا اي، اذا كتبناها ب او اي او مثلا ب او اكسون غراف ممكن انها تعطي معنى اخر. اذا لالين مثلا كلمه لالين لا لا لين لا لين يعني الصوف، لا لين دو مادلين دو مادلين صوف مادلين صوف سيدة أو البنت مادلين لا لين دو مادلين. طبعا كلمة لا لين كما تلاحظوا أنها تكتب أ إي كما قلنا، لكن كلمة مادلين أنها تكتب أ إي. لا لين لا لين لا لين دو ماد لين دو ماد لين دو ماد لين. ثم عندنا هذه المقاطع اللفظية كما نلاحظون بي بي في دي سي سي ني غي غي تي تي في في ب ب ل ن ن نقرأ ب ف د س ن ر غ ت و ب ل ل ن ن. إذن عندنا في أسفل الصورة كما نلاحظ مادلين مادلين نابا نابا رونجي سالين مادلين 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 نابا رونجي نابا رونجي سالين طومبي بور إل. طبعا كلمة بي بلي غون مال، نقول مثلا بي كو جامي بي كو جامي، يعني أننا نتكلم عن سوء أكثر من قبل. إذا نتكلم عن سوء ليس مثله شيء. مادلين نا با رونجي سالين طون بي بو إل. إذا مادلين نا با رونجي، طبعا لو فيرب رونجي يعني أنك ترتب، لو فيرب رونجي أنك ترتب. مثلا مادلين أرونجي سا شومبر، إذا مادلين أنها رتبت غرفتها. عندنا هنا مادلين نا با رونجي سالين، مادلين أنها لم تجمع صفار، أنها لم ترتب صفار كما نقول. المقصود أن مادلين لم تأخذ صفار، لم تضع صفار في مكان آمن مثلا. إذا مادلين نا با رونجي سالين، إذا ما دمت أنها لم تأخذ صفار إلى مكان آمن، أنها لم تجمع صفار، أنها لم ترتب صوفها، طون بي بور إل، طون بي بور إل. إذا بي المقصود بها بلي غو مال، إذا نتكلم عن سوء كبير، أدفيرب، إذا نتكلم عن ظرف كما نقول، طون بي بور إل، الكثير من السوء بالنسبة لها، طون بي بور إل. إذا مادلين نا با رونجي سالين طون بي بور إل. إذا مادلين أنها لم ترتب صوفها يا لا تعسى حظها كما نقول. إذا مادلين نا با رونجي سالين طون بي بور إل. نو باسون أبخي أسو باراغراف إي نو بخونو دي مو أفيك أون باغ إكزومبل لو غيبون لو غيبون مامون مامون أون أفون أون رون un champ, un rang, un champ.
لو غيبون، طبعا راينا هذا الاسم فيما سبق، المقصود به الشريط. لو غيبون مامون، نتكلم على الام. اون افون، افون مقصود به امام. اون افون الى الامام. اون رون في الصف، طبعا لو رون المقصود به الصف. اون رون، اون رون في الصف. ضعوا انفسكم في صف مثلا. اون رون. ان شون، نتكلم احيانا عن لو فيرب شونتي كما راينا فيما سبق. اذا ان شون كما نتكلم عن اغنيه. لو فيرب شونتي يعني غنى. ابخي نو برونو لي مو افيك او. باغ اكزومبل، باغ اكزومبل لي شوفو. راينا فيما سبق لو شوفال صوت، نتكلم عن الحصان انه يقفز، الحصان يقفز. هنا نتكلم عن لي شوفو، جمع كلمات شوفال. نتكلم عن الحصان هنا، لي شوفو الأحصنة أو الخيول. إن أوتو، نتكلم عن سيارة. إن أوتو. لو شا صوت، لو شا صوت كما قلنا الآن. لو شوفال صوت، الحصان يقفز. هنا عندنا لو شا، لو شا صوت. القط يقفز. غوني أشو، غوني أشو. غوني عنده حرارة. ensuite nous prenons les mots avec A. par exemple le balai. voilà. c'est un balai. c'est un balai. مكنسة. le balai. ثم عندنا je sais lire. je sais lire. طبعا lire هذه فعل قراءة. كلمة القراءة في اللغة الفرنسية هي la lecture. القراءة. الفعل في اللغة الفرنسية أنه تستعمل كثيرا، تستعمل كثيرا بمعنى المصدر، طبعا بالمقارنة باللغة العربية. جو سي أنا أعرف. هنا نتكلم عن لو فيرب سافواغ، سي لو فيرب سافواغ، هذا فعل عرفة. أحيانا نتكلم عن لو سافواغ، المعرفة. هنا جو سي أنا أعرف. نقول مثلا جو سي، تو سي، إيل سي. il sait، هو يعرف. nous savons، nous savons، نحن نعرف. vous savez، انتم تعرفون. ils savent، ils savent. مثلا ils savent lire، هم يعرفون القراءة، هم يعرفون يقرؤون. ثم عندنا je vais، c'est le verbe aller، c'est le verbe aller. نقول je vais، انا اذهب. tu vas، انت تذهب أو أنت تذهبين. il va، هو يذهب. nous allons، vous allez، أنتم تذهبون. ils vont، ils vont، هم يذهبون. كما تلاحظوا هذه الكلمات كلهم تضمنوا هاد أي ولي تنطق أي. le balai، je sais lire، أنا أعرف أقرأ. je vais، أنا أذهب. la paix، la paix. نتكلم عن السلم أو الهدوء. نقول مثلا une nuit paisible، إذا نتكلم عن ليل هادئ. une nuit paisible، نقول عنه بأنه هادئ. تأتي من هذه الكلمة la paix، الهدوء أو السلم. أحيانا نتكلم عن le processus de paix، مسلسل السلام. ثم عندنا le maître، le maître، المعلم، السيد إلى غير ذلك، أو المدرب إلى غير ذلك. ثم عندنا لولي، 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 الحليب. لولي. جو موطي، جو موطي. طبعا نتكلم على لو فيرب سوتيغ، سوتيغ فعل هدأ أو صمت إلى غير ذلك. إذا جو موطي أنا أهدأ. ثم عندنا لو موا دو مي، لو موا دو ماي. إذا نتكلم عن شهر ماي. جي اون شين، جي. ثم عندنا هنا جي، طبعا هنا تنتكلم على لو فيرب افواغ. لو فيرب افواغ عندما يتبع باسم طبعا يفيد الملكية. نقول جي، تويا، إل ا، نوزافون، فوزافي، إيلزون. نقول مثلا نوزافون اون شين، نحن عندنا سلسلة. ممكن تعني مثلا قناة،
طبعا كلمة شان عندها معاني كثيرة، منها مثلا سلسلة. جين شان، جين شان. إذا أنا عندي سلسلة، أنا عندي قناة، إلى غير ذلك. أبخي نبخنو لي مو أفيك إي إي. لا بين، لا بين ممكن تعني لا سوفرونس، لا سوفرونس يعني المعاناة، لا بونيسيون. لو فيرب سوفخيغ، إل سوفخ دون مالادي، هو يعاني من مرض. إذا لا بين المقصود بها المعاناة، المقصود بها أيضا العقوبة. ثم عندنا لا نيج، لا نيج، لا نيج، إذا نتكلم عن الثلج. ثم مادلين كما رأينا فيما سبق، مادلين. إذا نتكلم عن اسم شخص. لا طاس إي بلان، لا طاس إي بلان، الكأس أنه مملوء، أنه مملوء. في المذكر نقول بلاه، بلاه يعني بدون هاد أ. في المؤنث نتكلم هنا على طاس، كلمة مؤنثة، إذا طبعا سنضيف أ ويتغير، ويتغير طبعا النطق. إذا سنقول بلان. ننتقل إلى هذه الفقرة. غوني أم ميغو إميكي، غوني أم. طبعا عندنا لو فيرب أمي، عندنا لو فيرب أمي كونجيغي أو بريزون. إذا عندنا فعل أمي، فعل أحب. غوني أم ميغو إميكي، إذا غوني يحب، ميغو يحب أيضا ميكي. غوني إي لامي دو ميكي إي دو ميغو، غوني إي لامي. إذا غوني هو صديق دو ميكي إي دو ميغو، إي دو ميغو. إذا هو صديق ميكي، القط ميكي، إي دو ميغو، و لي الكلب ميغو. غوني يحب ميغو ويحب ميكي. غوني أيضا هو صديق ميكي وصديق ميغو. غوني أم ميغو إميكي، غوني إلى ميدو ميكي إي دو ميغو، إي دو ميغو. voici l'hiver، voici l'hiver، فصل الشتاء. تيجي من بعد منه لو برانتون، لو برانتون. إذا نتكلم عن فصل الربيع. بعد فصل الربيع كاين ليطي، فصل الصيف ليطي. ثم بعد فصل الصيف ليطي تيكون عندنا لوطون، لوطون يعني فصل الخريف. إذا هنا عندنا voici l'hiver، ها هو فصل الشتاء. روغارد، روغارد انظر. طبعا عندنا لو فيرب روغاردي. il neige، il neige هو يتلج كما نقول، المقصود بأن الجو يعطي ثلوج، الجو يمطر ثلوجا. il neige، إذا نتكلم على نيج أو نتكلم عن il neige، إذا المقصود بها لا نيج طومب. إذا طبعا هنا عندنا لو فيرب نيجي، هنا عندنا لو فيرب نيجي، نيجي مصرف مع il، il neige. طبعا هاد لو برونو سي ان برونو امبيرسونيل، هذا il لا يعود على شخص، لا يعود على شخص. هنا بحال تنقولو هو، ولكن راه ماشي المقصود به هو، المقصود به الجو. لا نيج طومب، لا نيج طومب، الثلج يسقط. نتكلم عن الثلوج انها تسقط. il fait froid، il fait froid، هو يفعل. طبعا عندنا لو فيرب فير، فعل عامل فعل الى غير ذلك. il fait هو يفعل، froid برد، froid بريد. هنا ايضا نتكلم عن، نتكلم هنا عن برونو امبيرسونيل بنفس الطريقه. اذا نتكلم عن الجو يفعل بارد، المقصود بان الجو بارد. il fait froid en hiver، في فصل الشتاء. je porte des vêtements de laine،
Je porte des vêtements de laine. إذن في فصل الشتاء أنا أحمل المقصود أنا ألبس. عندنا لو فيغ بورتي. قلنا لو فيغ بورتي. Je porte. أنا أحمل des vêtements de laine. أنا أحمل ألبسة من الصوف. إذن في فصل الشتاء طبعا يكون البرد. في فصل الشتاء حينما يكون البرد قارسا Je porte des vêtements de laine. Je porte des vêtements de laine. أنا أحمل ألبسة من الصوف. أجي شو. ثم أنا عندي سخونة. المقصود بأن جسمي يصبح ساخنا. أجي شو. وأنا عندي حرارة. المقصود بأن جسمي يصبح ساخنا عندما ألبس ألبسة من الصوف رغم البرد القارس الموجود في فصل الشتاء. En hiver. Je porte des vêtements de laine et j'ai chaud. في فصل الشتاء أنا أحمل ألبسة من الصوف et j'ai chaud. وأنا أصبح ساخنا. وأنا أصبح ساخنا. ولكن هنا ما عندناش أنا أصبح ساخنا. عندنا أنا عندي حرارة. et j'ai chaud. ثم لو شاميكي أم لو لي شاود. لو شاميكي أم لو لي شاود. القط ميكي أم. رأينا هذا الفعل هذا قبل قليل. رأينا غوني أم ميغو ميكي. إذن غوني يحب ميغو ويحب ميكي. هنا عندنا لو شاميكي. لو شاميكي القط ميكي أم لولي يحب لولي. لولي ولا لولي الحليب. لولي شو الحليب. اي جي شو وعندي حرارة. إذن يحب الحليب الساخن. يحب الحليب الساخن. لو شاميكي ام لو لي شو. إذن القط ميكي يحب الحليب الساخن. إيل في بون بخي دي فو. إيل في بون بخي دي فو. إيل في بون بخي دي فو. هو يفعل جيد. هو يفعل جميل كما نقول بخي دي فو قرب النار. إذن هو سيكون جيد قرب النار. سيكون جميل قرب النار. إذن نعيد لو غيبون مامون اون افون اون غون ان شون لي شوفو اون اوتو لو شاسوت غوني اشو لو بالي لو بالي. Je sais lire, je veux la paix, le maître, le lait, je me tais, le mois de mai, j'ai une chaîne, la peine, la neige, Madeleine, la tasse est pleine. René aime Miro et Mickey. René est l'ami de Mickey et de Miro. Voici l'hiver, regarde, il neige, la neige tombe. Il fait froid. En hiver, je porte des vêtements de laine et j'ai chaud. En hiver, je porte des vêtements de laine et j'ai chaud. Le chamiki aime le lait chaud. Il fait bon près du feu. Il fait bon près du feu. إذن حتى لا نطيل نستأنف في الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.